طقس صيفي معتدل واعتيادي في أغلب مناطق المملكة، ولا يوجد بوادر على موجات حارة خلال الفترة القادمة، وليالي لطيفة ورطبة في معظم المناطق، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة، وكما نشاهد من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، نجد أن الأجواء تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال 3 أيام القادمة وحتى يوم الخميس بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان. أجواء صافية، سرعة الرياح تصل إلى 16 كيلومتر بالساعة، ودرجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية. أما في 3 أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الأربعاء والخميس والجمعة تبقى الأجواء ما بين 28 إلى 30 درجة مئوية، وليلا تبقى ما بين 20 إلى 19 درجة والأجواء تكون صافية. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة يوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، 31 إلى 23 ليلا، مفرق 32-21 ليلا، جرش 32-21 في ساعات الليل، عجلون 29 إلى 20 درجة مئوية في ساعات الليل، عمان 29 إلى 19، زرقاء 33 إلى 20 درجة مئوية، البلقاء 29 إلى 20، مادبة 29 إلى 19، أجواء حارة في البحر الميت 38 نهارا و28 درجة مئوية في ساعات الليل، في الكرك 30 نهارا 19 ليلا، الطفيلة 29 إلى 19، في معان 35 إلى 22، في جبال الشرى 27 إلى 17، وفي العقبة 39 نهارا و28 درجة في ساعات الليل، رويشة 39 إلى 23، صفاوي 36 إلى 22 درجة مئوية، وفي الأزرق 36 إلى 22 درجة في ساعات الليل. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.